بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أن من النساء من تسقط الجنين بعد مضي شهرين أو ثلاثة وتترك الصلاة وغيرها من أحكام وتعتبره نفاسا، فما حكم ذلك بعد مضي تقريبا 30 سنة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، وما هي المدة التي تحدد النفاس؟ نعم، السؤال في أوله فيه إهام. كلمة تسقط الجنين، هل المعنى أنه يسقط من نفسه أو هي التي تحاول إسقاطه؟ لا، تسقط من نفسه حفظكم الله، يعني يسقط من نفسه، يعني تتعور. نعم، للعارض في المسقط. يقول العلماء رحمهم الله إن النفاس لا يثبت إلا إذا تبين في الجنين خلق الإنسان، يعني إذا كان متميز يده ورجله ورأسه، فإنه إذا سقط فالدم الخارج معه نفاس، وأما قبل التخليق فليس بنفاس. ومعلوم أنه لا يمكن التخليق قبل مضي 80 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك. ومعلوم أن المضغة كما قال الله عز وجل في القرآن: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. والمضغة لا يأتي طور الجنين إليها إلا بعد تمام 80 يوما. فإذا كانت المرأة تعلم متى الحمل وأنه لم يمضي إلا أقل من 80 يوما فليس بنفاس. والسؤال الآن يقول: مضى شهران، والشهران 60 يوما، وعلى هذا فيعتبر هذا الدم الذي حصل ليس بنفاس، ولا يلزمها إلا قضاء الصلاة. وإذا كانت في جاهلة لا تدري فليس عليها شيء، لا قضاء ولا غيره. نعم.